استقبل الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية اليوم في صنعاء نائف القانصة الذي تم تعيينه سفيرا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية. وسلم رئيس اللجنة الثورية العليا السفير القانصي رسالتان إلى فخامة الرئيس السوري بشار الأسد، وحمله نقل تحياتي وتحيات قيادة الثورة في اليمن إلى الرئيس والشعب السوري الشقيق الصامد في وجه العدوان والإرهاب الذي طاله وطال اليمن لذات الأغراض والأهداف وبنفس الأدوات. وتمنى رئيس اللجنة الثورية العليا للسفير القانص التوفيق والنجاح في مهمته التي تأتي في توقيت وظروف خاصة تشهدها اليمن وسوريا ومرحلة تحولات حقيقية يشهدها العالم، وأن يكون خير ممثل لليمن في عمله وواجباته ومسؤولياته وتعميق الصلات بين اليمن وسوريا قيادة وحكومة وشعبا.